الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتقدم بجزيل الشكر إلى هذه اللجنة القائمة بتنظيم هذا المجتمع، وإلى دولة روسيا رئيسا وحكومة وشعبا التي قامت بإدارة هذا المجتمع. قد كتبت بعثا موجزا حول التعايش السلمي والتصالح الديني في الإسلام، وقد ألخصه في هذه الدقائق المحدودة إن شاء الله. فإن كل من يدرس الإسلام دراسة نزيهة بعيدا عن التعصب الديني يدرك حقيقة واحدة لا ثانية لها، ألا وهي أن الإسلام دين رحمة وتسامح وتعايش سلمي مع كافة البشر أفرادا وجماعات. ويعلم أن الإسلام لم ينظر إلى من لم ينتسب إليه من أهل الأديان الأخرى نظرة انتقاص، بل نظر إليه نظرة احترام وتقدير باعتباره مخلوقا مكرما بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد حث الإسلام على حسن الخلق والتسامح والمحبة، وحرص على حرية العقيدة مع احترام ممارستها وعدم الإجبار على تركها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد فيها مزيجا إنسانيا متنوعا من حيث الأديان ومن حيث الانتماء القبلي والعشائري ومختلف الطوائف والملل. هناك المهاجرون من قريش والأنصار المسلمون من الأوس والخزرج والوثنيون من الأوس والخزرج، إضافة إلى قبائل اليهود الثلاثة: بنو قريظة وبنو نضير وبنو قينقاع، والأعراب الذين يسكنون مع أهل يثرب والموالي وغيرهم. فكانت هذه القبائل متنافرة ومتناحرة ومتشاجرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة المنورة. فأول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم هو تأسيس نظام يقوم على التعايش السلمي والتسامح الديني، فتمكن هذا المجتمع المتنوع بين الدين الإسلامي وبين أهل الكتاب وبين الوثنية والعشائرية أن يتعايز بأمن وسلام وعلفة ووئام. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام سمحا كريما النفس متحليا بالصبر والحلم والعنات، وليس بفظ ولا غليظ القلب ولا يضمر الحقد ولا الكراهية لأحد مهما كان دينه وجنسه وتوجهه ومعتقده، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وحتى عندما انتصر على مشركي مكة فإنه لم ينتقم منهم بل أفى عنهم على الرغم مما لاقاه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المشركين من السخرية والاستهزاء وأنواع العذاب. وهذا هو أقوى دليل وأكبر شاهد على أن الإسلام هو دين عالمي يخاطب البشر بمختلف أجناسه وأطيافه وألوانه دون تمييز،
يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإسلام دين يوافق الفطرة السليمة، يدعو إلى التوازن والاعتدال والعدل والمسامحة. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن تسامح الإسلام وعدله أنه جعل اكتمال إيماننا مرتبطا بإيماننا وتصديقنا بجميع الأنبياء والرسل والكتب السماوية السابقة، ودعا إلى احترام المسيحية واليهودية وجميع الأديان، وإلى تكريم الإنسان واحترامه لإنسانيته دون النظر إلى دينه وجنسه. ولكن للأسف، حيث يحاول البعض بشكل مباشر أو غير مباشر تسويه صورة الإسلام والمسلمين، وذلك عن طريق إيصال أفكار خاطئة ومشوهة عن الإسلام، فيصفون الإسلام بالإرهاب والمسلمين بالإرهابيين، ويسخرون من نبينا عليه الصلاة والسلام بزعم أن هذا من حرية التعبير وحرية الرأي. ولكن بالله عليكم، أين احترام الرأي؟ وأين احترام المقدسات؟ فالكل يعلم والكتب التاريخية تشهد أن المسلمين عبر تاريخهم لم يبدأوا أحدا بالحرب، بل كانوا دائما في موقف الدفاع عن الوطن والمال والعرض والدين ضد كل من يحاول الاعتداء على الحرمات ويهدد أمن البلاد واستقرارها. وقد علمنا الإسلام والإنسانية أن نقف في وجه الظالم حتى يكف عن ظلمه، وأن نساعد المظلوم حتى يأخذ حقه من الظالم. إذن والذي نؤمن به ولن نزغ